بوهرات الاعلام. ففكره جداريه صلاح الدين العمري الله يرحمه فهي تخليدا لذكراه، كي يبقى راسخا في قلوبنا ويبقى راسخا في حينا، اللي داز يترحم عليه رغم مرور الوقت، فاللي داز غيتجدد عليه الرحمه، اللي شافو غيتفكر معنا صلاح الدين الغماري، غيتفكر النصائح ديال صلاح الدين الغماري والوقت اللي مر دوزو معنا طيله الحجر الصحي. وباش وليداتنا الجيل الصاعد تاهو يتذكروا معنا، باش ماشي احنا بوحدنا، احنا راه غادي نبقى دائما صلاح الدين الغماري في ذاكرتنا. بغينا تا وليداتنا يعرفوا القيمه ديال هذا الانسان واخلاصه للعمل ديالو واخلاصه للوطن ديالو. فهاد الجداريه الا رمز وعربون المحبه ديال هذا الانسان، وباش يبقى دائما امام الاعيون ديالنا وما يتحي اصلا ما يحيدش من ذاكرتنا وما يحيدش من قلوبنا. فاحنا بغينا تا وليداتنا يتذكروه معنا. نعم، لان هذا هو رمز المحبه ديال صلاح الدين الغماري، فكلشي رحب بهذه الفكره هذه، وكلشي عجبو يعني عجبو اننا درناها في هذا الحي هذا. فاللي داز بالعكس، اللي داز كيشوفو كيتالم الفراق ديالو، وكاين اللي شكرنا على اننا درنا هذا الجدار مزيان، خدرتوه لنا هنا في الحي ديالنا باش نتفكروه، يبقى دائما امام الاعيون ديالنا. والغايه الكبيره من هذه الجداريه هو تجديد الرحلات. يومين وحنا 48 ساعه وحنا كنرسموها، يعني كنبداوها في المساء وكنساليوها معاه في الليل، كنساليوها حتى 12 ديال الليل. ولكن ماشي مشكل، فداء لهذاك الانسان اللي خدمنا حتى هو، ما بخلش علينا، سهر معانا وواكبنا بالنصائح ديالو. فمن اجل صلاح ماشي مشكل، حنا نسهروا وكل شيء، مهم يبقى دائما في الحي ديالنا ويبقى معانا. هاد الفكره هادي جات عن حب ديال صلاح الدين الغماري، اللي اعتبرناه بحال الاخ ديالنا، بحال الاب اللي تعاوننا فيه حنا ابناء الحي، وساهمت وساعدتنا جمعيه النهضه. بالنسبه للفكره، واش الفكره كانت ديالكم ولا ديال الجمعيه؟ الفكره كانت ديال الجمعيه، وحنا خدمنا عليها. حنا استغرقتنا يومين ديال الخدمه، ولكن ماشي يومين بالضبط، بعض الساعات كنا كنبداو من مع ديك العشيه بحال هكا كنساليوها في الليل. واخا الساعه انت واش كنت رسمتيها في ورقه ولا؟ الساعه انت بالهاتف ديالي ورسمتها ديريكت على الحي. كانوا كيساعدوني الدراري ديال الحي ديالنا. شنو هي البصمه اللي اثرت فيك المرحوم صلاح الدين الغماري؟ المرحوم صلاح الدين الغماري كان عزيز على المغاربه كاملين، هو اللي دخل قلوبهم في الزمن ديال كورونا، وكان كيوصل الاخبار بواحد الطريقه عفويه، طريقه مغربيه اللي كيفهمها كبير وصغير، ناس في الجبال كتفهمها، هي فاش دخل القلوب ديال المغاربه. وكان كيخرج وكينصح كينصح الناس على برا، كما كنشوفوا في القناه الثانيه. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.